مهدي. سليم. الله يحييك مهدي، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا سليم، رانا تخربطنا مع الفوط هذا، راكو درتوا لنا مشكلة. علاه يا أخي؟ حنا واش نهضروا؟ ماشي ما صايبين روحنا. أنا تسمى مع، أنا راح نقول لك واحد الكلام. قول الكلام ما عنده حتى علاقة بالك مع الفوط. هو حبيت نمد نصيحة. تفضل. لا حبيت نمد نصيحة للصحراويين الغربيين. إيه؟ تاع الصحراء الغربية. إيه. يا ودي كون ينعلوا بليس ما يطلبوا لا استقلال لا والو، ملاح علاه بو يتفاصلوا مع المغرب وكذا، علاه؟ والله غير يندموا عليها. ها عندهم هذاك محمد عبد العزيز وليكيب تاعو، نهار يحكموا فيهم يديروا اكثر ما داروا فينا. على هذه حبيت نمد نصيحه، ما نحبهمش يلحقوا للدرجه اللي وصلنا ليها حنايا. فاهم علي يا اخي سليم؟ اي هذا موضوع، والله الموضوع لا 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 ماشي، يعني هذه جبتها باش نقول لك باللي ما احنا ما كاش حل خلاص، يا بلو ديسبوار. انا بيرسونال ما شفت حتى اسبوار، غير الكذابين والسراقين. وما خلينا برومي مينيس ولي مينيس، هذه هضرنا هم يروحوا للبارلمون كي تفوطين عليهم اسيدي، هم ولا في البارلمون كاع راقدين. انا شوفوه كاع يديروا لاسيست، يروحوا للبارلمون يديروا لاسيست، عم بالك يروحوا يهضروا يديروا لاسيست كيف يفطن يرفض صبعه يقول راني مع القرار هذا تمشي. ما على بالهم لا بالشعب وعلى بالهم وراه يصد الحاله كاع. وحبيت نهضر معاه تمن البارح واقيلا باسكو كان يهضر، قال لك يجي الناتو وتجي يجوا دي فورس اترونجير يدخلوا. وحنا واش يهمنا يا خويا تجي الناتو وتجي تجي فرنسا تجي المغرب؟ ما يهمناش حنا، استعمار استعمار يا هما يا بالك كي يجي استعمار نتحسن الوضعيه تاع الشعب. ماشي محال، هادو استعمار فوق الاستعمار. البطاطا يا عجب الناس ما هضروش على اللحم، وكون يهضروا على اللحم كيفاه؟ هذه البطاطا يا اخي بطاطا، وكون يهضروا على اللحم وين يوصلوني يا مهدي يا مهدي اسمح لي سالم يا مهدي. نعم. راك مقلق بزاف يا صاحبي. شكرا جزيلا.